محمد ناصر والإسلامويين وخناقة حول معاوية بن أبي سفيان، هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. السادة المشاهدين أهلا بكم. طبعا محمد ناصر اللي هو المذيع في مكملين بعد أن توقف برنامجه يعني وانتقل إلى اليوتيوب ربما، ولكن هو كان مسجل برنامج ديني. انا قلت قبل كده في اكتر من حلقه ان هو يعني محمد ناصر راجل ممثل وكاتب سيناريست وكتب اغاني، ويعني راجل مش ده اتجاهه. هو حتى قال في احد فيديوهاته ان ايه اللي زقني في السكه الوسخه دي، قال كده بهذه الطريقه. المهم هو كان بيقدم زي ما بتقول برنامج مسجل كواعظ ديني او رجال حول الرسول او رجال حول الكعبه، وبيتكلم عن شخصيات اسلاميه. ما تابعتش برنامج لان انا مش يعني صعب الناس مع محمد ناصر كواعظ ديني او بيتكلم في التاريخ الاسلامي. المهم طبعا لان هو يعني متحدث سابق ربما وقع في الكلام، يتكلم عن معاويه بن ابي سفيان، يتكلم عن الملك العضود، غلط في معاويه بن ابي سفيان. هجوم كاسع من الاسلامويين، عدد كبير جدا من الفيديوهات للسلفيين وغيرهم. انا بس هاخد مقطع لوجدي غنيم اللي هو محسوب على او كان محسوب على الاخوان المسلمين، اعتقد ان هم يعني فصلوه من التنظيم من فتره، ولكن وكان بيطلع مع محمد ناصر في قناه مكملين. نسمع كده وجدي غنيم ونشوف قال ايه. هذا هو ردي على الزنديق الفويسق المسمى محمد ناصر الذي سب وشتم سيدنا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. طبعا عشان قبل ما ابدا بس ما حدش يقول لي انا بسب وبشتم. طيب تعال نشوف الفويسق، هو مين اصلا محمد ناصر ده اللي بيشتم ويسب سيدنا معاويه ابن ابي سفيان وهو والله بيجي مسمار في نعله. محمد ناصر اعلامي ومش اشتغل في قناه المكملين، ومؤهلاته كلها ان هو نحات بتاع نحت بتاع تمثيل يعني، وناقد فني وشاعر وبتاع تمثيل وترابط ترتيب والكلام ده يعني. وطبعا استدلالاته كلها لما كان بيستدل بالافلام، فيلم مش عارف مين اللي كان بيمثله مين مع الفيلم بتاعه. الحقيقه ان انا تعرفت بيه لما كنت هنا في تركيا، كان في فرح احد الاخوه. المهم يعني كانت في علاقه طيبه بينا، واستضافني اكتر من مره في قناه مكملين، وكانت يعني اللقاءات بصراحه جميله ومفيده يعني. وبعدين للاسف لقيته عمال يستضيف ناس تانيين بالطريقه كده مش نافعه يعني، ده ما ينفعش، انا مش اسلوبي كده يعني. فخدت منه قرار ان انا مش هطلع معاك المره، وقاطعت قناه المكملين. ليه بقى؟ لقيته عمال يجيب فلول مجرمين ويقدمهم. طب دول ضدنا يا بني ادم، انت ازاي تطلعهم؟ وبعدين بدا بقى يهجص في الدين لانه ما عندوش علم شرعي، فبيقول عن قتلى الصليبيين انهم شهداء، ويروح يستضيف مين بقى؟ يستضيف ناس خرجوا على الاخوان وسبوا في الاخوان ومش من جماعه الاخوان على ان هم يسيئوا الى جماعه الاخوان. يشتم سيدنا معاويه بن ابي سفيان ويسبه، انت تطلع مين انت؟ انت ايه انت قيمتك عشان تجيب سيدنا معاويه على لسانك؟ بص المجرم بيقول ايه؟ بيقول انا عندي مشكله مع سيدنا معاويه. انت مين انت؟ انت ناسي نفسك ولا انت عشان يعني خلاص بقيت تطلع في التلفزيون؟ ما دي مشكله برضه، مصيبه من مصايب الشهره ان اللي بيطلع في التلفزيون وغيره خلاص فاكر نفسه بقى يعني عالم علامه حبر فهام، يقول لك انا عندي مشكله مع سيدنا معاويه، والله ما يجي مسمار في نعل سيدنا معاويه. بيقول لك ايه تاني؟ انا مختلف تماما مع الشخص اللي اسمه معاويه. شوف قله الادب، شوف قله الادب اللي عليك. انا مختلف تماما يعني. وبعدين الشخص اللي اسمه، وبعدين يقول ايه؟ لا تحجر على راي امي، سيبني. شوف قله الادب، والله العظيم قله ادب في الكلام. وحتى قال برضه مره السكه الوسخه اللي احنا فيها دي، ولا لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين بمنتهى السفاله والانحطاط يقول بص خبث معاويه، سيدنا معاويه كان خبيث يا مجرم يا سافر، سيدنا معاويه كان خبيث. وبعدين يقول ما تقولش ده صحابي، انا حر اقول اللي انا عايزه. لا تعالى بقى. فمن سب قوما هذه فضائلهم، وهذا ثناء ربهم عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فلا شك انه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب ان يعرف ذلك وان تقام عليه الحجه، فان تاب ورجع الى الحق فالله تواب رحيم، وان تمادى في سبهم ولم يتب ولم ينصع للحق فهو كافر ضال مضل. ده كلام العلماء مش بيقولوا ايه؟ اجمع اهل السنه قاطبه على الكف والامساك عما شجر بين الصحابه، والسكوت عما حصل بينهم من قتال وحروب، وعدم البحث والتنقيب عن اخبارهم او نشرها بين العامه لما لها من اثر سيء في اثاره الفتنه والضغائن وإغار الصدور عليهم وسوء الظن بهم مما يقلل الثقه بهم. شوف سيدي الخلاصه، لا نسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يفعل ذلك زنديق رويبد زي محمد ناصر هذا المجرم، اسال الله ان ينتقم منه. انا اختم بس. زي احنا شايفين وجه غنيم قال ان هو رويبضه، دايما هم يستخدموا حديث الرويبضه ده، والتافه يتحدث في امور العامه، ولا عليه فويسق مش عارف ايه فويسق دي، فاسق ماشي فاهمين، انما ليه تصغير فويسق؟ يعني قصدي المفروض التصغير ده للحاجات اللي هو ربما تكون ايجابيه،
انما كلمه كلمه سلبيه زي فاسق دلعها وجدوني مخلاها فويسق كان نوع التصغير ايا كان، وشبه كفره يعني، قال ان هو ده ضد ربنا وضد الرسول وسب، وجاب بقى اقوال ابن تيميه واستدعى. ممكن يعني طبعا انا خدت مقطع من الفيديو، بس ممكن ننزل الفيديو بتاع وجد غنيم او الرابط بتاعه وتحت، وقال يعني صب عليك جام غضبه، وقال ان هو نحات وان هو بتاع التربتي، وان كل استدعاءاته في برامجه بالسينما وبالمسرح. فعلا هو راجل متخصص بشكل كبير جدا في الفن، وهو لو كان قدم برنامج فني كان ربما يكون افضل له من البرامج السياسيه. المهم يعني ايا كان، وجد غنيم يعني شبه كفره بشكل او باخر، واتهم اتهامات جامده، ومش هو بس، كل الاسلامويين دخلوا على نفس الخط، وبالذات التيار السلفي. يمكن تلاقي 20 30 فيديو بيشتموا في محمد ناصر ان هو قال اتكلم بشكل سلبي عن معاويه بن ابي سفيان. طلع طبعا محمد ناصر يرد، انا اعتبر عجبني رده جدا، بعت له الهامي ده اللي هو بيطلع معاه بيتكلم في التاريخ الاسلامي او بعض الناس التانيين اللي اتكلم عنه، فهو ايه واعتذر عن كلمه خبيث. انا طبعا بشكل عام انا ضد السب في المطلق، يعني سب الاشخاص في المطلق ربما ايه انا ضده. طبعا وجد غنيم من ضمن الكلام اللي قاله، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ان ما حدش يتكلم في موضوع فتنه الصحابه ده، لان انتوا كده بتسيئوا للايه للصحابه والفتنه اللي حصلت بينهم، وده بيشوه سمعتهم امام العامه. فكره اكفى على الخبر المجور دي اكفى على الخبر المجور ده مثل مصري، يعني داري على الموضوع او استر عليه او ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني، ده مثل مصري شهير. هما بيستخدموه في فكره الفتنه الكبرى، لان هو فعلا فتره دخل علي في صراع مع ام المؤمنين عائشه، مع طلحه، مع الزبير، بعد كده دخل علي مع معاويه، وقبل كده حصر عثمان بن عفان واتقتل عثمان بن عفان، واللي كان محاصره عدد من الصحابه يعني منهم محمد بن ابي بكر وغيره، وايضا عمر اتقتل من ابو لؤلؤه المجوسي، وكان في اتهامات لاخرين بالتورط في هذا الامر. المهم احنا بنتكلم عن تاريخ مليء بالمشاكل، وان هم بيقول لك ما تتكلمش ده من عام بشكل واضح، ابن تيميه قال وفلان قال، ده الكلام اللي وجد غنيم اكفى على الخبر موجود، ما حدش يتكلم في الموضوع. وايه حتى بعض الفقهاء يقول لك ايه، هذه الفتنه حمل الله منها سيوفنا فلنحمي منها السنتنا، حتى احنا ما نتكلمش في الايه في الموضوع. طبعا ده كلام ضد الاسلام وضد الدين. فين ان هو القران بيقول لك انظر قوم عاد، قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم، وبيكلم لك عن هود، وبيكلم لك عن لوط، وبيكلم لك عن موسى، وبيكلم لك عن عيسى. ليه بيجيب لك قصص السابقين للاتعاظ؟ اذا كنا احنا هنتكلم عن موسى وعن ابراهيم وعن عدوى ثمود وعن قوم لوط وناس بقى لهم 3 4000 سنه، هل ما نتكلمش عن ناس بقى لهم 1000 سنه او بقى لهم 500 بالنسبه للاجيال السابقه علينا، وما نشوفش ايه اللي حصل في التاريخ عشان نستفيد منه؟ ده تاريخنا، المفروض تاريخنا تاريخ ديننا نفسه، مش تاريخ الاديان الايه الاديان الاخرى. ولكن لان هو الموضوع جزء منه صراع طائفي، جزء منه صراع طائفي ما بين السنه والشيعه، فحطوا فكره سب الصحابه من الكبائر. يعني حتى صناعه الكبائر كانت صناعه طائفيه، يعني انا متقبل ان القتل، ان لو ربما السرقه، ربما تحط امور كثيره جدا من الكبائر، ان تحط سب الصحابه. طبعا انا ضد السب، بس انا قصدي لان الطرف الاخر بيتكلم عن ابو بكر وعمر، وبعدين اذا كنا بنتكلم عن الصحابه، طب ما يعني التاريخ بيقول ان 60% ارتدوا، وبعضهم قتل في حروب الرده، مالك بن نويره وغيره، الناس دي ما ارتدتش عن الاسلام، ولكن قال مش هيدفع الزكاه لابو بكر، وقتلوا في حروب الرده. يعني دول تصنيفهم ايه؟ 60% اللي ارتدوا دول سواء ارتداد عقائدي او ارتداد سياسي، اللي هو مش عايز يدفع الزكاه لابو بكر الصديق، وتحاربوا. وبعدين كان في منافقين القران اتكلم عنهم وقال لك ان انت بعضهم تعرفهم بعضهم ما تعرفهمش، احنا اللي نعرفهم ومن اهل المدينه، مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني اذا في نتكلم الناس حاولوا يقتلوا الرسول في تبوك، هم مين بالظبط؟ فكره اعطاء القداسه للصحابه في المجمل وفي المطلق هو كلام سياسي، لان هم زي ما قلنا صنعوا المدونه اللي هي السنه عشان يعتمدوا عليها، لانها المصدر الثاني في التشريع لسكاه الشافعي. فعشان يعملوا هذه المدونه لازم يتعمل علم الرجال، فعلم الرجال اتبنى على اساس اسمه عداله الصحابه، كلهم عدول. احنا نتكلم عن العداله بعد كده، نقول التابعين ده مين كويس وحش، انما الصحابه نقفل عليهم على اي اساس؟
على أي أساس؟ التاريخ يعني أنا بتضامن مع محمد ناصر في هذا الأمر، طبعا ضد السب، هو اعتذر عن السب أنه قال على معاوية أنه هو خبيث وأنه هو كذا. ربما نحاول بقدر الإمكان نقول ألفاظ محايدة، يعني نقول أنه كان ملك العضود. محمد ناصر بقى ضرب في مقتل، جاب لهم كلام عبد القادر عودة، وجاب لهم كلام رشيد رضا من تاريخ بتاع الصلابي عن الدولة الأموية، وقال لهم إن هو رشيد رضا قال إن هذا الملك خده بالإيه يا ربي. طبعا عبد القادر عودة قال إن وصول حكم القذر قائم على الشهوات والأهواء. يعني عبد القادر عودة اللي هو بيسموه شهيد عبد القادر عودة، يعني أين كان بعد الله شهد حاجة عند ربنا. المهم عبد القادر عودة قال ان وصل وصوله لحكم حكم قذر قائم على الاهواء والشهوات، اللي هو حكم معاويه بن ابي سفيان. وبعدين قال عن رشيد رضا قال ان هو التوريث ان وصل يعني وصل ورث يزيد بن معاويه بالخداع والرشوه والقوه. ده كلام رشيد رضا وده كلام عبد القادر عودة. وبعدين هم بيروجوا لمرويات، وان كان المرويات مشكوك فيها، ستكون خلافه راشده، ستكون النبوه، ثم تكون خلافة رشيدة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عضوضا. يعني هم طبعا بيدعوا ان الرسول قال كده، بس بيعتمدوها يعني في مروياتهم. طب انتوا بتقولوا انه بقى ملك عضوض، وبعدين يزيد ده كان فاسق فعلا. وبعدين جاب بقى الكلام بتاعهم، اذا كان كلام جلال كشك الكتاب اللي بعته له الهامي، زي ما نشوف فيديو محمد ناصر كده. بعت لي كمان كتاب الاستاذ جلال كشك اسمه ضلالات التنويريين، قريته امبارح خلصته. وهو طبعا الاستاذ جلال كشك مع راي الاستاذ محمد الهامي. الاستاذ الدكتور جمال عبد الستار لا يعني خد منحه ثاني خالص. قال لي لا بالعكس، هو الدكتور جمال واخد الدكتوراه بتاعته في التاريخ الاسلامي. فقال لي لا انت كنت قلت رايك بس انت تجاوزت في حق معاويه وقلت عليه خبيث. طبعا مع انا مش فاكر اني قلت عليه الكلمه دي. انا الحقيقه يعني. وطبعا دي غلطه يعني الحقيقه يعني غلطه ان انا اقول خبيث. فاعتقد كده هتبقى ظاهره قدامكم. بيقول بقى وهو بالا وافق على ما قاله الشيخ رشيد رضا. بيقول رشيد رضا غفل المسلمون عن هذا فتركوا الخلافه لاهل العصبيه يتصرفون فيها تصرف الملوك الوارثين الذين كانوا يزعمون ان الله فضلهم على سائر البشر لزواتهم ولبيوتهم واوجب طاعتهم والخضوع لهم الى اخره. وبعدين يقول ايه بقى؟ من شوب الباطل بتحكيم قاعدته في تصحيح عمل معاويه حتى في استخلاف يزيد، وجعله مجتهدا في قتال امير المؤمنين علي كرم الله وجهه، ومصيبا في استخلاف يزيد الذي انكره عليه اكبر علماء الصحابه. شوف بقى، فنفذه التوريث معاويه، فنفذه بالخداع والقوه والرشوه. يعني ليه حسستني ان انا يعني كنت بنافس معاويه بن ابي سفيان على الحكم؟ انا ماليش علاقه بالقصه خالص. ليه تحسس الناس ان الشهيد عبد القادر عودة كان حقد على معاويه بن ابي سفيان؟ ما حصلش. واذا كان محمد ناصر قال على معاويه بن ابي سفيان خبيث ودي غلطه، فالاستاذ عبد القادر عودة قال اشنع. الاستاذ عبد القادر عودة قال وحول الحكم العادل النظيف الى حكم قذر قائم على الاهواء والشهوات، ووجه الناس الى النفاق والذله والصغار. ده عبد القادر عودة، الشهيد عبد القادر عودة. فانا ارجو بس من الاخوه المسلمين بتوع لايك وشير ان يعني بالراحه شويه نتناقش، مفيش مانع يعني. انما يعني الحقيقه انا بسال سؤال، ليه الاسلام السلفيين ما سكتوش عبد القادر عودة؟ ليه؟ اوريكوا كنت عبد القادر تاني، اوريكوا تاني على السيسي، اقول تاني. ده كتاب الدوله الامويه للدكتور الصلاف اهو، ماشي. افضل ماشي كده، افتح صفحه، ايوه صفحه حاجه 40 545. بيقول الاستاذ الصلاف اهو، عشان بس ايه مفيش سلف يفتح بقه معايا، بيقول اهو انه بل يقولون للذنوب اسباب تدفع. هو بيتكلم عن المآخذ على فكره ولايه العهد في عهد معاويه. الفصل ده طبعا الدكتور الصلاف بيدافع عن معاويه وبيكلم اهو معاويه رضي الله عنه عادل عن هؤلاء، يعني الراجل ما اخطاش في حق سيدنا معاويه اطلاقا. لكن هنا بيقول لك بقى ايه؟ انه ادي راي عبد القادر عودة ولا يمكن ان نحمل، ده اللي بيقوله بقى هو، بيقول ما نقدرش نحمل معاويه الذنب اللي بعده كما ذكر مين؟ كما قرره مين؟ عبد القادر عودة. قال عبد القادر عودة حيث يقول: واقام معاويه الامر الامه الاسلاميه على المحجات والظلم واهدار الحقوق، وقضى على الشورى، وعطل قول الله تعالى وامرهم شورى بينهما، وحول الحكم العادل النظيف الى حكم اقرا قذر قائم على الاهواء والشهوات. بتقول لي يعني سيدنا الكشك بيقول لك ايه؟ ان سيدنا علي ما خدش اجماع، وان الحسين ما عرفش يجمع جيش، وان عبد الله بن الزبير كانت يملك الامه كلها وكان الامويين في ايدهم قطعه بس من الشام، ومع ذلك انتصروا عليه وقتلوه وصلبوه. طب ما معنى كده يا استاذ محمد جلال كشك ان انا ابقى ابرر للسيسي انه خد الحكم من مرسي. معلش يعني اذا الناس اقتنعت بكلام الاستاذ جلال كشك اللي بيقول بالنص، والكتاب موجود اهو بيقول بالنص، معلش يعني اذا كان في توريث فعلي كان هيورث ابنه الحسن قبل 20 سنه، ومعلش يعني الحسين نفسه ما عرفش يجمع جيش من 1000 مقاتل عشان يقف قدام القصه دي قدام معاويه. ومعلش برضه بعد وفاه معاويه ابن الزبير كان يحكم اغلب الامه، لكن كان الامويين في ايدهم قطعه من الشام، ومع ذلك قتلوه وصلبوه. وعايز يقول يعني انه لم يكن يصلح لقياده الامه في هذا التوقيت الا معاويه. معلش انا مختلف برضه مع الكلام ده، لان انا لو صدقت الكلام ده وامنت بيه لا يبقى انا اروح مع السيسي، لان السيسي قادر على دوله. لان السيسي قادر ده تنكر، هل ينكر احد سواء ضد او مع السيسي ان السيسي مسك الدوله كده؟ محدش يقدر ينكر.
اللي بينكر يبقى بقى راجل بقى بيحلم او بيحشش او بيسكر، لانه ما ينفعش تقول لي لا ولا ماسكها ولا حاجه، ده الدوله هربانه منه والانقلاب يترنح. ما تقوليش كلمتين دول انا ما بسكرش ولا حد الخمره. انا بقولها، هل تنكر ان السيسي ماسك الدوله كده؟ لا ما انكرش. طيب هل تنكر لو طبقنا كلام جلال كشك بقى ان الرئيس مرسي رحمه الله عليه الشهيد مرسي ما عرفش يقف قدام مؤسسات الدوله قدام الجيش؟ هل تنكر انه لما اتقبض عليه اللي خرج وراه كانوا كل ما عرفوش يتغلبوا على اللي مسكوه؟ ما ده شنكر. معنى كده لو طبقنا كلام جلال كشك يبقى احنا كلنا كده نلم بعض ونروح نقف في سند السيسي، طبعا مع الفارق. انا كان بتكلم على فكره انه طالما ان الدوله كانت في هذا الوقت محتاجه الى 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 قائد قوي والحاجات، وهو القائد والاسره القويه. سوري، طب انا ممكن اقول نفس الكلام ده على السيسي بالظبط، ان مرسي كان ضعيف وكان لا يستطيع ان يحكم ولم يستطع ان يحكم شهر، ولذلك قبضوا عليه وخدوه في السجن واعتقلوه مات. انا قعدت يا استاذ الهامي اقرا كلام جلال كشك. هو كان كاتبه طبعا في فتره لم يكن فيها انقلابات حدثت بالشكل ده، فلو قست كلام جلال كشك على ما حدث على مصر تلاقيني هاخد الكلمتين دول واروح اقول زي جلال كشك كده. هو بيقول اهو بالنص قدامي، هذا النص اهو بيقول: ولماذا لم يستطعوا الاجماع على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ولا ان يحاولوا دون انتقالها الى معاويه؟ ومن هو المرشح الذي كان يمكنه، هو بيقول اهو، الذي كان يمكن الاجماع عليه عندما توفى معاويه؟ لقد علمنا ما جرى للحسين، فهو لم يستطع ان يجمع جيش ولو من 1000 مقاتل. ثم لقد حكم ابن الزبير قلب الدوله، ولم يكن في يد بني اميه الا قطعه من الشام، ورغم ذلك قهروه وصلبوه. يعني ايه؟ يعني انا لو امنت بالكلام ده خلاص يبقى انا اطلع دلوقتي اقول للسيسي الف مبروك عليك الدوله، واحنا كنا غلطانين يا معلم، وانه المرسي كان ضعيف وانت متغلب، انت الدوله كانت هتضيع. ما هو ده اللي بيقوله السيسي. زي ما احنا شايفين محمد ناصر قال لهم كلام قوي جدا، وقال لهم لو انتوا بتتكلموا، لان هم كل ده تاسيس سياسي للخلافه والدفاع عن الخلفاء مهما كانوا، لدرجه ان هم بيدافعوا عن الخلفاء جلال كشك او الصلابي او غيرهم الاسلامويين، برروا قالوا ان الحسين ما قدرش يحكم وعلي ما كانش عارف يحكم، لان هو مشروع الخلافه بيحاولوا يحموه مهما كان هذا المشروع بكل مساوئه، بيحاولوا يحموه ويدوا له قداسه، ويدوا قداسه لمعاويه بن ابي سفيان. انا ماليش دعوه بانجازات معاويه الثانيه، كاتب الوحي ما اعرفش ايه كلام من ده، ان احنا بنتكلم في السياسه والسياسه نسبيه، ومن حقنا نناقشها وننتقدها ونقول الحكم ده كان كذا او كذا. وبعدين تاريخ اهل السنه نفسه بيتكلموا ان معاويه بن ابي سفيان سم الحسن وقال لله جنوده من عسل، كان بيبعث لهم عسل مسموم عن طريق زوجاته، ده في كتب السنه مش في كتب الشيعه، لانه كان متفق مع الحسن، هو كان عطى له فلوس عشان يتنازل عن الولايه بعد موت علي بن ابي طالب، الناس بيعت الحسن ابن علي، فاتفاوضوا على الموضوع بشكل مادي يعني، واعطى له 6 مليون درهم او دينار في هذا التوقيت، واتفقوا ان هو ياخدها بعديه. معنى كده ان الحسن هياخد الولايه بعد معاويه بن ابي سفيان، فلما اقترب باجله وعايز بقى يديها توريث للامويين ويزيد ما تروحش للهاشميين، الموضوع برضه كان في جزء قبلي، رايح ايه سمي الحسن كما تقول كتب السيره. وفي اتهامات، وكنت انا عملت فيديو على الموضوع ده، ان هو في اتهامات كمان ان هو سم السيده عائشه. وبعدين هو قتل الصحابه، محمد بن ابي بكر الصديق، ما هو انتوا يعني ارسلكم على حل الصحابه دول. طب اللي قتل عثمان دول ايه؟ ما كانوا صحابه. اللي تورطوا في قتل عثمان بن عفان دول كانوا صحابه. عثمان صحابي جليل من الراشدين، بس اللي تورطوا في قتله يعني محمد بن ابي بكر ده كان موجود ايام الرسول، يعني كان صغير اي نعم، بس قياسا على التعريف الصحابي ان هو كان صحابي، وكان معاه ناس كتير تانيين من الصحابه ومن الحفاظ وغيرهم. قتل محمد بن ابي بكر في بطن حمار، وتعقب كل قتله عثمان برضه بشكل قبلي، لان ده اموي ودول اللي قتلوه ربما هاشميين او من قبائل تانية، تعقبهم واحدا واحدا، وكثير منهم من الصحابه وقتلهم واحدا بعد الاخر، وبعضهم بالخدع وبعضهم بالتحايل. كانت سياسه ننتقدها ونتكلم عليها، يعني ازاي تمنعونا من الكلام في التاريخ المدون في كتب اهل السنه، المدون في كتب اهل السنه. واذا كان الصحابه لهم هذه القداسه، هل قتلت عثمان من الصحابه لهم هذه القداسه؟ هل المرتدين لهم نفس هذه القداسه؟ هل اللي حاولوا يقتلوا الرسول احنا مش عارفينهم وكان عارفهم حذيفه من اليمن وتسمى كاتم سر الرسول لهم نفس هذه القداسه؟ ولكن القداسه دي عطوها عشان يحصنوا المرويات ويبنوا عليها ما يسمى علم المرويات او علم السنه او اهل الرجال. كل الموضوع كان سياسه في السياسه. فطبعا محمد ناصر جاب لهم كلام عبد القادر عوده، جاب لهم كلام رشيد رضا، وبعدين قال لهم بقى لو الموضوع بالتغلب وان عبد الله بن الزبير اتصلب، وكانهم بيأيدوا صلب عبد الله بن الزبير، عبد الله الزبير كان بيحكم اثناء حكم يزيد في مكه وله اراضي اخرى كثيره، وكان محصورين في الشام الدوله الامويه، انما الصلابي او الاسلامويين يعني احتفوا بالدوله الامويه. ليه؟ لانها اللي تغلبت وكملت. قال لهم بقى لو الموضوع بالتغلب، ودي كانت كلمه مهمه جدا، يبقى احنا نلم بعضنا كده ونروح نأيد السيسي. ده كلام محمد ناصر في الفيديو، ده كلام مهم جدا. وهو مشكلته انهم بيدافعوا عن الامور بالحق والباطل، اهم حاجه ينتصروا لفكرته.
انا فاكر بعد 30 يونيو وانا كنت مؤيدينها قابلت واحد من يعني في مؤيدين للاخوان المسلمين وقعد يتناقش معايا بعنف وانت وعملت ووقفت مع الانقلاب وكلام من هذا القبيل والخروج على الحاكم وشو خروج على الحاكم. قلت له طب دلوقتي انا عايز اسالك سؤال، ما الحسين خرج على الحاكم، يزيد كان هو واخد البيعه والحسين لم الناس وكان راح يقاتل يزيد لان هو فاسق وكذا وكذا وكذا، وكان قال لي غلطان الحسين غلطان ان هو يخرج على ايه على الحاكم اللي هو يزيد الفاسق لانه خدها بالبيعه، هو ده فكره الايه الفكره دي. فمحمد نصر قال لهم خلاص انتهينا، لو بالتغلب هو الراجل ده مسيطر وقوي وماسك الدوله والظروف البلد، وانتوا قلتوا ان الحسين ما كانش ينفع ولا الحسن نافع ولا علي بن ابي طالب نافع وان هو اللي كان نافع للحكم معاويه وان هو كان لازم يورثها عشان نظام الحكم يستقر. قال لهم ماشي بدل بالموضوع ده، قال لهم محمد مرسي ما كانش قادر يحكم وما كانش مسيطر وما كانش مش عارف ايه والبلد كانت منهاره وان هو حد جاي يقول لي انقلاب بينهار ومش انقلاب. قال لهم كده فيديو مهم جدا لمحمد ناصر وهو بيرد على الاسلاميين الكتير اللي هاجموه في موضوع معاويه بن ابي سفيان. بشكل عام انا اتضامن معاه في موضوع ان هو من حق محمد ناصر وغيره ان يفتحوا ملف التاريخ الاسلامي ويناقشوه بكل حريه، وبلاش سب، انما من حقه ينتقد الصحابه. انا بنتقد نظام حكم عثمان، اعتقد ان هو تغليبه للامويين في مراكز الحكم وعبد الله بن ابي السرح واللي عمله في مصر وحاجات كتيره جدا ربما اعتقد. وده وبعدين انت لما تيجي تخش على الفقه الاسلامي تلاقيهم مثلا على سبيل المثال بيكلموا العلماء ابن تيميه وغيره، كان بيسالوا سؤال هل الرسول يخطئ ام لا يخطئ؟ كلهم اتفقوا ان هو يخطئ، قالوا ما يرتكبش كبائر، ما يرتكبش خطايا يعني، انما على مستوى الخطا السياسي والاجتماعي. وقال القران نزل قوامه في عده مواضع، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات زوجاتك، وكان في النص برضو بتاع لما موضوع زي ده بنتجحش وان هو في قلبك منها شيء ويعني وانك بتخفيه، يعني كان في انتقادات لهذا الامر. فانا قصدي احنا بنتكلم انه قالوا ان هو يخطئ على المستوى مش من مستوى المعاصي الكبائر ولكن على مستوى الصغائر ممكن، وعلى مستوى الاجتماعي والسياسي. ما هو على المستوى الاجتماعي والسياسي قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، ولما الحباب بن المنذر بيساله ده الراي ولا الوحي، قال له الراي، قال له ما هذا برايي في بدر، قال له ننزل عند اول بير واخر بير لا او حاجات زي كده. فاحنا بنتكلم عن ان هم نفسهم بيتكلموا عن النبي ممكن يخطئ. طب ازاي تقدس الصحابه؟ تقدس الصحابه لانه بيحمي السياسه، بيحمي السياسه وبيحمي المرويات وبيحمي علم الايه؟ الحديث. فتقفل الكلام في الموضوع ده. وبعدين هو يعني هو قال لك انت ممكن ايه؟ هو قال لك سب النبي ليس له توبه يتقتل، انما سب ربنا ربنا يعني ممكن يتوب عنه. يعني برضو خلي بالكم المواضيع كلها الاراء الفقهيه ماشيه بشكل سياسي. سب النبوه فيها طعن في الدين ف القتل زي اللي هو مثلا استحل دمهم او ما شابه، هم يعني بشكل او باخر المرويات بتتكلم ان هو مفيش هزار في سب النبي، انما بيتكلموا عن خطا النبي الخطاء السياسيه والاجتماعيه وكده قال لك وارد، وبعض الحاجات عملها بشكل دنيوي وانه مش كل حياته تشريع. هم اللي قسموا حياه الرسول لجزء تشريعي وجزء اجتماعي وجزء ايه بشري دنيوي ممكن يبقى فيه بعض الايه الاخطاء، لان هو بيدير بشكل مش بشكل ان هو نبي موحى اليه، لا بيحكم كزعيم او كرئيس لدوله، ففي امور سياسيه ربما يكون فيها ايه اخطاء او ما شابه ذلك. ما يعني ما يعني النبي نفسه السيره والسنه والتاريخ بيقول ان هو ايه ممكن يخطئ، القران نفسه ان هو ممكن يخطئ على مستوى الاخطاء الصغيره او الاخطاء الاجتماعيه والسياسيه. وزي ما قلنا كان بيدير مجتمع بكل مشاكله بكل. الرسول عليه الصلاه والسلام مره جاله اثنين احتكموا اليه فحكم لاحدهم، وبعدين نظر في عين اللي هو حكم له فشعر في نظرته بخبث، ان هو يعني ابتسم ابتسامه خبث لغريمه ان هو انتصر عليه من ضمن المرويات. فالرسول فطن لهذا الامر وقال ربما يكون احدكم ألحن بحجته من أخيه، أقوى حجة يعني من أخيه، فأحكم له، إنما أحكم له بقطعة من النار. يعني عايز يقول حتى لو أنا يعني الرسول حكم غلط، الرسول حكم غلط بناء على حجة أحدهم، واحد بيتكلم بحجة قوية واللي صاحب الحق بيتكلم بحجة ضعيفة، فبشكل بشري حكم اللي حجته قوية، ولكن شعر من نظراته بالخبث وبالفطن إليها فقال ربما، قال ربما أحكم أحدكم ربما يكون احدكم الحن بحجتي من اخيه فاحكم له.
فانما قطع يعني النار يعني في معنى اصح انه حتى على مستوى الحكم البشري ممكن حجه قويه تقنعك رغم ان يكون هذا الرجل ليس صاحب حق. فازاي النبوه يبقى ممكن تخطئ على المستوى الدنيوي والبشري الانساني، وعايزين احنا نحصن الصحابه ونحصن هذه الاجيال اللي تورطت في دماء كثيره جدا فيما بينها وخلافات جامه في هذا التوقيت وصراع على السلطه وعلى الدين وعلى امور كثيره جدا. اعتقد من حقنا نناقش التراث ونناقش التاريخ، وربما اتضامن مع محمد ناصر في هذا الامر، ان من حقه ان ينتقد ولكن ليس من حقه ان يسب احدا. طبعا احنا عارفين ان الشيعة ربما بيسبوا بعضهم اكثر نضجا، لا يتورطوا في السب، ده ممكن ينتقد، ممكن يتهم، ممكن يوجه اتهامات، لان في النهايه كانت حياه انسانيه بشريه مليئه بالصراعات ربما اننا احنا نتحدث عنها لاحقا. مفيش حاجه اسمها اقفل وابعد عن العامه ما يسمعوش، ان خلاص مفيش عام وخواص دلوقتي. اليوتيوب والانترنت جعل الخواص والعوام شيئا واحدا، الكل يسمع في دقائق معدودة، ونغوص في أعماق التاريخ ونخرج له القصص. ففكرة الإخفاء وعدم الحديث عن الفتنة كما يقول وجد غنيم أو غيره، والحديث عن الوجه الأبيض بس للتاريخ الإسلام، مش تاريخ الإسلام، تاريخ المسلمين وليس تاريخ الإسلام. أنا ضد أن هو التاريخ ده تاريخ الإسلام، هو تاريخ المسلمين بكل إنجازاتهم وإخفاقاتهم إسابتهم أو أخطائهم الكثيره ايا كان. يعني هو تاريخ بشري انساني لابد ان يناقش من منطلق بشري انساني بشكل بقدر الامكان موضوعي، لا داعي للسب، ولكن احنا نحلل تاريخ سياسي ماذا حدث فيه وماذا اوصلنا الى ما نحن فيه الان. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، وشكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه.